استاذ هواري جاي لك. شوف انا عايش يلا بينا بس مش هسيبه. ما احنا مع بعض لما نشوف. طيب اوسوريو مكمل مع نادي الزمالك ولا المجلس اللي جاي اول قرار هياخده اوسوريو مع السلامه ونجيب مدرب جديد؟ طيب السؤال مباشر او جدا. السؤال مباشر جدا. عايز بس اجاوب على سؤال ابو علي اللي انت سالته باك ليفت في الاهلي. في خناقه في يناير ما بين الاهلي والزمالك على محمد حمدي باك ليفت. الاثنين بيتحركوا والاثنين كانوا ماضيين في الصيف. لا لا بس هو ما مضاش مع الاهلي. انا بتواصل مع احمد اخو محمد. طب اقول لك بس حاجه. ما مضاش والله مع الاهلي والاهلي فعلا ما دخلش مع يعني كلام اللي هو ايه كلام وكلا وبتاع لكن اللاعب والله ما مضى ولا الناديين هيتخانقوا على اللاعب والاثنين بنسبه كبيره ممكن يطلع بره. طيب ممكن اقول لكم حاجه بس على محمد حمدي ما عندوش عروض. احنا كلنا نتحدث ان محمد حمدي باك ليفت ام بي والاهلي والزمالك عايزينه عشان يعوض الباك ليفت. الراجل ده مع الكابتن مصطفى ما بيلعبش تقريبا باك ليفت بالظبط. لسه هقول لك هو كمان جناح. مش حته باك ليفت كمان يا بيلعب جناح بس هو بيلعب في اكتر من مركز زي مميز. فتوح فتوح دلوقتي نص ملعب فانت برضو بتجيب اللعيب هتقدر توظفه في اكتر من مركز فالناس ما بتفكرش قوي فيه ان هو محمد حمدي يبقى باك ليفت. نروح لاسوريو. يلا بينا. اسوريو قلت لك قبل كده هنا جمله كل الطرق تؤدي لرحيل اسوريو. مفيش كل الطرق تؤدي لرحيل اسوريو. ليه يا كريم؟ الراجل جمهور الزمالك بيبقى قاعد بيتفرج على الماتش وحاطط ايده على قلبه حتى والزمالك متقدم. صح. في ثانيه ممكن الماتش يتقلب عليه. صح. فالناس مش مستحمله كجمهور كناس جوه الفرقه كمسؤولين جايين ايا كان مين اللي جاي الناس كلها لا شايفه ان الراجل ده يا جماعه بيخاطر مخاطره حاليا غير محسوبه وبيلعب باسلوب وطريقه مفيش ادوات دلوقتي تنفذها على الرغم من ان الناس يا كريم اللي قعدوا معاه قبل كده وادوله مرتبه وتفاوضوا معاه شايفين ان الراجل ده مثلا ممكن يمشي. الناس برضو بتقول لك اصل الراجل ما توفرلوش ادواته اللي يقدر يستخدمها او ما توفرلوش طلباته فانت هتقدر تحاسبه ازاي. لكن برضو ما بيجوا يتكلموا يا كريم بيقول لك ايه انت دلوقتي الزمالك عنده مجموعته في الكونفدراليه فعنده 4 ماتشات مش هتخش تلعب بريسك زي مثلا مباراه ارتا سولار فوجئت ان انت خسرت هناك ورجعت هنا عايز تكسب فانت مش في حمل ان انت مجموعه الزمالك يتصدرها بسهوله وتاهل منها تدخل في حسابات معقده يعني. طيب. فالناس بتقول لك لا نتحرك بدري الراجل عنده ماتش سموحه او الزمالك عنده ماتش سموحه يوم 21 ماتش سموحه ويعني لو كملنا ماتش او ماتشين بعد سموحه هتحسم حاجات كتير في مستقبل اسوري وعلاقته بالزمالك. ينفع عدلي بدلوي في القصه دي اخيرا عشان واسيبك تدلي بدلوي انا عشان اسوري عشان ما نخرجش من قصه اسوري المدرسه فيما بعد اسوري لو اسوري مشي الكل شايف ان الزمالك لازم يتحرك لمدرسه اوروبيه او يعني لمدرب اوروبي لكن المدرسه البرتغاليه هي اللي ممكن يكون مدرب الزمالك. هل ممكن يبقى اسم يشتغل بكده في الزمالك او في مصر؟ يعني ممكن بس مش قوي. زي مين؟ يعني اتطرح اسماء كتير لكن في اسماء مدربين متعاقدين مع انديه ومنتخبات فمش صعب ان هم يجوا في الوقت الحالي لكن لسه مرحله تفاوض لكن الناس شايفه ان احنا لازم نروح لاوروبا ولازم نروح لمدرسه برتغاليه. هل كارتيرون في الصوره مره ثانيه ولا مش في الصوره؟ هو الراجل في قطر والدنيا تمام معاه واسم من ضمن الاسماء يبقى هو تجربته مع الزمالك تجربه ناجحه الراجل خد دوري فتقدر تقول ان هي تجربه ناجحه فدايما طول ما الزمالك عايز مدرب طول ما هتلاقي اسم كارتيرون موجود ومطروح. عظيم. اتفضل يا ابو علي اللي بدلوك. قصه بس اسوري انا شايف ان الراجل ده لو عنده سكواد قوي وتوفر له لعيبه بامكانيات معينه على المستوى وسط الملعب والدفاع الراجل ده هيكسر الدنيا مع نادي الزمالك. بص انا بقى انا ميال للراي اللي كان قايله هواري من شويه. انا بالنسبه لي اسوريو مدرب كبير جدا وسيبيه محترم جدا. انا بشوف الراجل ده بيعمل حاجات في الشوط الهجومي. لا هو مدرب كرييتيف ومبتكر وكل شيء هايل بالظبط بس هو عامل بالظبط زي ما يكون عندك لعيب مهم جدا في الفريق بس اللعيب دوت هو نازل ماتش في نهائي افريقيا تمام انت عارف ان هو ممكن يجيب لك ضربه جزاء في 3 ثواني يطرد في 3 ثواني يبوظ لك الماتش رغم ان هو لعيب كويس. هي دي مشكله اسوريو مع جميع نادي الزمالك وانا شايفه دي مشكلته انه احيانا بيروح بخياله لابعد من المنطق ففي لحظه مهمه للزمالك حتى لو انت واثق فيه وعمل مباريات كويسه يضيع لك كل حاجه. خد بالك يا كريم من اسوريو الراجل مقتنع يعني انا متفق معاك الراجل مقتنع باللعيبه وشايف ان اللعيبه دي يعني هو بيثق فيها وللاسف في لعيبه كتيره منها بتغزله. مفيش لعيب من الزمالك تتكلم معاه ان الراجل ده انا بقول لك مدرب كبير جدا طبعا مفيش لعيب تقول له مثلا انت ايه رايك في الراجل ده من اللعيبه يقول لك لا الراجل ده مختلف. لا والناس اللي ممكن تكون بتفكر انه يمشي في نادي الزمالك هم عارفين برضه ان هو مدرب كبير كلنا عارفين في حيره جوه نادي الزمالك بسبب الراجل ده. هو الراجل هو لما يخليك تقول عليه انه فاشل ولا بتقول عليه ان هو مدرب عظيم هو مخليك في حته صعبه كده عشان كده كريم بقول لك الراجل ده لو جه معاه سكواد قوي وجات له لعيبه في الشق
الدفاعي والشق في نص الملعب بالذات. انت صعب الفتره الجايه دي تصبر عليه وانت داخل هتنافس على اي مدير فني هيجي في السكواد اللي فيه الزمالك ده هيلاقي صعوبات. انا مش شايف السكواد اللي فيه الزمالك كارثي. لا هو السكواد مش جامد، قلت لك عنده مشكله، لكن انت محتاج تلعب واقعيه. لا بص هو انا اقصد ايه، ان في مشكله في الجانب الدفاعي ومركز حراسه المرمى بمنتهى الامانه ووسط الملعب، مشكله كبيره جدا في نادي الزمالك. اللعيبه اللي انت متعود بتشوف نادي الزمالك في نص الملعب لعيبه بحجم فوقات، يعني زي اسماعيل يوسف، زي تامر عبد الحميد، زي طارق حامد، الديفندر اللي هو اللي بيشيل بلاوي من ورا المهاجمين ورا الاطراف والكلام ده، دي الزمالك مفتقده وعامله له مشكله. ممكن اقول لك، ده انت فتحت النقاش، معلش يعني اسمح لي، قبل ما يجي مارس الكره للاهلي تمام، انت كان عندك مشكله في الباك رايت، كنت تقول ان محمد هاني عامل لك مشكله كبيره. مظبوط. كان عندك مشكله في الجناحات لو تفتكر، الاهلي قعد فتره يقول لك المشكله في الجناحات رغم الاسماء كبيره، جه راح شغل حسين الشحات وشغل كريم فؤاد كوكا نفسه بعد كام ماتش راح منتخب مصر، احمد نبيل كوكا. انا اقصد انه ما انت مدرب، ممكن العناصر اللي انت بتشوفها مش مؤهله في نادي الزمالك دي لو معاه مدرب عارف يطلع منهم حاجات عظيمه ممكن تبقى كويسه جدا. يعني واحد زي عمرو سيسي اللي كتير قوي من جماهير الزمالك تنتقده كان عامل شغل عظيم، ما طلع نيمار وحسام عبد المجيد مع فيريرا غير نيمار وحسام عبد المجيد حاليا بالظبط.